ولا تزال رقعة وباء الكوليرا تتسع، والحالات في الإصابة بتزايد مضطرد، فيما يواصل طيران العدوان غاراته الهستيرية مستهدفا خزانات المياه بشكل متعمد. يسابقون الزمان لمنع وفاة المزيد من المصابين بالكوليرا بعد تفشي المرض بسرعة هائلة في المحافظات اليمنية. القاتل الصامت الذي ينهب الأرواح خلال سويعات قليلة ها هو اليوم يفتك بجسد الطفلة سمية ذات 6 أعوام التي تصارع الموت بجسدها النحيل. شيلها عليك حسن، تعبة غثي عليها قوي، زعلان عليها أبكي. الله يشفيها، نسأل الله أن يشفيها ويشفي كل مريض كل ألي. قرابة 250,000 حالة اشتباه ووفاة 1500 شخص بهذا المرض رقم يصيب الناس بالهلع والخوف في ظل تفشي الوباء بشكل كبير، زاد من خوفهم تعمد الطيران المعادي استهداف خزانات المياه. هناك استهداف لخزانات المياه وبعض الحواجز المائية، وذلك لغرض بث الذعر في أو نشر الذعر في أوساط المجتمع اليمني والساكنين. هذه خطورة كبيرة جدا جدا، ويجب أن لا نقف مكتوفي الأيدي. شهد وريم وغيرهم الكثير من أطفال اليمن الذين يعانون الأمرين جراء الحصار والمرض بعد أن سيطر على جسديهما النحيلين وانتشار الخوف والذعر من الموت. يعني كنت في الحديقة فأكلت الآيس كريم وروحت البيت طبيعي، في الصباح بطني مسكتني غثيان وطرش وإسهال حاد، وجينا لهنا وسافونا. أسوأ وباء على الإطلاق من ناحية الانتشار غير المسبوق، ففي كل دقيقة يصاب طفل بالكوليرا إلى جانب 5,000 حالة إصابة يوميا، 50% منها أطفال، عزز فرص انتشار الوباء المجاعة والموت الناتج عن العدوان والحصار الذي دخل عامه الثالث. سامي الحجري، اليمن اليوم.